السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ترموميكس باي فضيلة. اليوم ان شاء الله غادي نصيبو دي غلاس في ميزون سهلين وفي المتناول ديال الجميع. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم ونخليكم مع المقادير. عندنا في المكونات جوج ديال رايبي، هانتوما كتشوفوا رايبي المذاق ديال لي سافور دونفونس. عندنا هاد لا كريم غلاسي، هي لايس كريم ميكس، كتكون واجده ديال لي غلاس. هادي انا كنفضلها على لا كريم شانتيي، وعندنا واحد الكاس ديال لا كريم شانتيي، ها انتما كتشوفوا. وهذا اللي ما بغاش يديروه ماشي مشكل، انا كنديروه باش يخفف لي شويه ديال الحلاوه ديال لي ساشي ديال هاد لا غلاس، وديال ان هاد رايبي عارفينه بان حلو بزاف. دونك هادي انا تنديرها مسوسه باش تخفف لي ديك الحلاوه. اللي يبغي الحلاوه يزيد الكاس هذا، اللي ما يبغيش ما يديروش كاع، اللي ما عندوش ماشي مشكل. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ هاد لا كريم، غادي نديرها في لو بول لكم، نهبط لو بول تحت، وغادي نخوي هاد الريبي. لا وهاد لا شونتيي، كلشي على فوا. هانتوما دايره لداخل، هي اصلا ديال لا فريز. اللي بغي يزيد لوكو ديال الفريز يديرو، انا غادي نخليه هكا ناتورال. وغادي نجيبو لو فوي ونبلاصيوه، هذا بلاصي لو فوي. لو فوي ضروري ما تدوروه واحد شي شويه حتى ما يبقاش يتبعكم هكا. وغادي نسيب ونديرو 5 مينوت، 4 à 5 مينوت. انا غادي نقول لكم شحال ديال التوقيت بالضبط ونرد عليكم اخبار. كما كنقولوا دائما لو فوي، منين كنبلاصيو لو فوي اون دو با ديباسي لا فيتيس 4، سينو غادي يتهرس لينا. انا هنا غادي ندير له 5 مينوت، غادي ندير 4 مينوت ونرد عليكم شحال ديال الوقت اكزاكتومون. وغادي ندير 3.5 بلاتي ندير لو كوبلي، سمحوا لي. فوالا، وغادي ندير فيتيس 3.5. هادي هي لاكلاص ديالنا من بعد ما دازت 4 ديال الدقائق ماشي كتر. واللي ما عندوش لو تيرموميكس يقدر يديرها بالباتور ماشي مشكل، اولا يضربها حتى بيدو راه كتطلع. هنا انا غادي ناخذ هادو ديال لي كلاص، راه مرخصين البنات ماشي غاليين. الصراحه انا هنايا خديتو غالي، من بعد ما خديتو عاد قالوا لي راه ماشي هذا ثمنه، راه ثمن ديالو رخص من هكا. الوغ انا خديتو واقيلا شي 30 درهم ولا 40 درهم، والله الا بحال هكا ما نقدرش نقول لكم شحال اكزاكتومون شحال، والله ما عرفت. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد لا كريم، شوفوا كي كتجي ليس وتجي زوينه، وغادي نديرو هنا وتقدروا ديروه في لي بواط. اللي ما يبغيش يديرو هنايا يديرو في لي بواط ماشي مشكل. انا هنا باش نوري لكم، لان غادي ندير لي كلاص واحد اخرين ديال هذا الكريم ديال شوكولا غادي نديرو. دونك غادي نخلي 4 وندير 4، نحاولوا نقصو. انا كنعمر غير باش نلقى فين ندخل لي كلاص ديالنا. Pardon.
هنا غادي نحاول ندخل ندخلو مزيان باش يشد ديك لا فورم اللي كاينه. شتو واخا درت كونتيتي كبيره باقي كنشوفو شي بلايص في خاوين، منين غادي نديموليو غادي يبان داك الخوا. دونك هكا حتى نقادو من بعد غادي نمسحو هكا هذا، وغادي ناخدو هادو العويدات ندخلوهم من هنا هانتوما. هاد العويدات منين تاخدوهم دائما غسلوهم قبل، واخا تلقاهم في دي بلاستيك ولا شي حاجة من الأحسن يتغسلو. فوالا هاد لي كلاص كيجي رائع والوليدات كيفرحو بيه، وحتى حنا علاش لا. وغادي نديرو في المجمد على الأقل واحد ثلاثة ساعات كيكون واجد، ولكن مازال غادي نديرو له لونغوباج بشوكولا. دابا غادي نديرو كلاص على فاني اللي غادي نسموها بهذا بنسلي، نسلي كراميل في ميزون، وراني حطيت لكم الوصفه راها حصريه في القناه، طريقتي اللي ما شفتها حتى من عند شي حد وسهله وناجحه، والبنات اللي معايا في الجروب لي كليونت ديالي عطيتهم وجربوها وهما غادي ابروفيو لكم هاد الوصفه. ها نتوما كي كتجي روعه روعه روعه. المهم عندي هنايا 4 ديال المعالق ديال النسلي داكوغ، وعندي هاد لو ساشي ديال لا كريم غلاسي هادشي. لا هادي ديال هادي فاني داكوغ، وعندي واحد جوج كيسان ديال لا كريم فريش باش نقص الحلاوه ديال باش تهرس لي الحلاوه ديال نسلي والحلاوه ديال لا كريم، لان بجوج بهم حلوين وهذا. وغادي عاد مازال ندير لهم شوكولا دونك غادي تكون حلوه بزاف، خصني ندير لها شي حاجه اللي تهرس ديك الحلاوه هي لا كريم فريش. انا غادي نعبر لكم شحال ديال لا كريم فريش بالضبط، يا جوج كيسان انا اللي درت. اول حاجه غادي نديرها هي نجيب هاد نجيب لو بول ديالي وغادي ندخل لو فوي. لو فوي ها نتوما كتشوفوا راه كاينين هاد السنينات، كاينين جوج طالعين وجوج هابطين. هادوك اللي طالعين هما اللي غادي ندور لهم لو فوي باش ما يتبعنيش، لان الا ما لصقتوش لو فوي مزيان يقدر يتهرس لكم. ودائما كنعاود نكررها باش ما ديباسيوش لا فيتاس 4. الوغ هنا غادي ندير لي زانغريديون كلهم حداكم. غادي ندير نعبر بعدا لا كريم فريش باش نقول لكم شحال بالضبط اللي خاص. داكوغ غادي ندير ها الكاس الاول 226 باردون، وها الكاس الثاني يعني 226 فوا 2 قريبا غادي تجي شي نصف لتر يمكن هكا كاملاش 430 داكوغ 430 مليلتر. وغادي ناخد نسلي غنديرو. صراحة هاد لي كلاص بحال هكا غابيد ولداد وكيجيو بحال لي شريناهم من أحسن من لي شريناهم صراحة. هانتوما كتشوفو نسلي كيجي زوين بزاف. وعندنا أوسي لو ساشي، وغادي نردو نسد لو بول ديالي نديرو لو غوبلي دوزاغ، وغادي نخرج من هاد لو مود وندير 4 مينوت 4 ديال الدقائق فوالا فيتاس 3.5 ونرجع لكم. هادي هي الكريمه ديالنا، ها هي كيف كتشوفوا ثلاثي ما شاء الله. هانتوما
الي ليس، ما عرفتش كتبان لكم، البري الي بريونت و الي ليس، هانتوما كتجي لذيذه وكتجي هائله. وهنا اللي بغى يزيد فيها الفاني يزيدو، كيعطي واحد لوكو زوين. والفاني ماشي ديال الساشي، يكون ليكيد كيجي روعه به. هنا انا عمرت صراحه، كنت حاسبه راسي راني كنسجل، مي ما كنتش كنسجل. انا عمرت هاد الربعه اخرين وكندخل في العويدات، وهاد العويدات كما قلت لكم حاولوا دخلوهم حتى لداخل، باش حتى الا وليداتنا بغاو ياكلوهم ولا شي حاجه ما غاديش دغيا يتعراو ليهم في الماكله. وغادي نسويو السطح، وكما قلت قبل في التسجيل قلت بان هاد الكريم هاد نيسلي كراميل هي حصريه لا غوسيت ديالي، وجربوها البنات اللي معايا في لو جروب واتساب، جربوها لي كليونت ديالي وكانوا تري ساتيسفي. هما غادي يقولوا لكم كيفاش جاتهم، كتجي زوينه ولذيذه وناجحه 100%. حاولوا غير هكا نقادو فوالا، ونحيدو داك اللي يكون كتير فوالا صافي. باردون لابد من هفوات، لابد ولا بد فوالا، باش ما نطولش عليكم. انا غادي نقاد لها مزيان هذه اللي تعكست ليا، انتوما كتشوفوا. وانا ما خصناش نخليو دوك لي بول، باش منين نديرو شوكولا تجي مقاده فوالا. ها هي هكا. دابا شنو غادي نديرو؟ غير هذا نحيدوه ونضفو شويه سيتو، هي هادي. الباقي الا عندكم هذا ديمو الاخرين بحال هادو ديروهم، ما كانش عندكم ديروهم دون دي بواط وحطوهم حطوهم عادي في دي فيرين. انا غادي نديرو في الثلاجه على الاقل واحد 3 سوايع، هي من الاحسن يبات. بالحق غادي نغطيه بهذا بسيلوفان ونديرو ونرجع معكم. انا عدت لكم اخواتي ملي جمد ليا لي كلاص ديالنا، ذوبت شوكولا ها هما كي كتشوفوا، وحمرت شويه ديال اللوز افيلي اللي كونكاسي، وغادي نبدي نحيد هكا بالواحد. وخصنا شويه نزربو، وحتى شوكولا خصها تكون شويه هذا دفات، يعني ماشي سخونه باش ما تذوبلناش. نحطو هكا ونديرو راه دغيا غادي يجمد عليه. انا درت شوكولا اولي من النوع المزيان، نتوما ديروا شوكولا اللي بغيتو نتوما، كيجي رائع صراحه. كيف كتشوفوا وهنا وجدت واحد هكا شي بلاطو شي غطار اللي بغيتو، درت عليه البابي هذا بابي سيلوفان، وغادي نحط عليه هادي هكا. ندير وحده من هنا، وخصنا غير نخدمو بالزربه باش غادي عاد نخليوه شويه عاوتاني في الثلاجه، وديك الساعه نقدروا نكونسوميوه كيف بغينا. كيجي زوين كيجي لذيذ، سورتو الا استعملتو المواد اللي هي مواد زوينه، شوكولا تكون شوكولا غيش وهذا راه شي حاجه اللي غادي تكون بالقيمه ديال ماغنوم ديال، يعني شوكولا اللي غادي يكون غالي. وإلا بردات لنا شوكولا نوليو ندفيوها شي شويه ونردو هذا شويه لداخل فوالا. ها هو هذا راه دغيا جمد، حيت عندنا ديجا حنايا ديجا هذا راه كونجولي فوالا، ديما حركو باش ديك البلاصه اللي سخونه ديك اللي سخونه لتحت ترجع للبروده فوالا.
دابا غادي ناخذوا هاد اللوز كونكاسي وغادي نديروه نزيدوه. خصنا ملي نزيدوه خصو يكون بحال هكا باينين الحبيبات، وغادي نخرجوا من جديد. صدقوني زعما كيجي رائع. نحطو غير بشويه فوالا ونحطو حتى هو، وهكذا غادي نكمل انا. هذا هو التقديم النهائي ديال لي كلاص ديالنا ولي ماغنوم اوسي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، واذا عجبتكم ما تنساوش تدعمونا بلايك وبالاشتراك ومشاركه الفيديو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله.